حديثي سيكون تحت عنوان طوفان الأقصى بواكر وآفاق. طبعا أقصد بواكر حصيلة أولى، يعني المعركة ما زالت مستمرة، وآفاق أقصد ما هي احتمالات التحولات التي يمكن أن تحدث في الأقليم المقبل أو في الأقليم المقبل. طبعا هنا فهم ما يمكن أن يجري في المستقبل يتطلب فهم ما جرى، وهذا يتطلب أنني أجيب على بعض الأسئلة التي أراها حيوية. السؤال الأول وهو هل طوفان الأقصى هو المحطة النوعية الأولى في حركة التحرر الفلسطيني أم لا؟ وماذا عن المستقبل وآفاق حركة التحرر الفلسطيني في مقبل السنين والعقود؟ ثاني السؤال الثاني وهو ما هي حصيلة هذه المحطة؟ محطة طوفان الأقصى، ما هي الحصيلة الأولى؟ لأنه يعني لا يمكن الحديث عن حصيلة نهائية إلا بعد اكتمال المعركة. وما هي آثارها في المستقبل وآثارها الوطني والإقليمي والدولي في المستقبل؟ والثالث وهو هل من إمكانية لاحتمال ميلاد كيان فلسطيني بعد طوفان الأقصى أم لا؟ والرابع وهو ما هو خط تحرير فلسطين؟ ما هو خط تحرير فلسطين في المستقبل؟ هل هو خط تاريخي مستقيم أم؟ وهذا طبعا يتطلب منا في هذه الندوة، طبعا إلى جانب عواطفنا الساخنة لا بد أن نفكر بعقل بعيد، وهذا دور المثقف ودور الصفوة في بناء الاستراتيجيات وصناعة الأفكار الكبرى للتحرر في مقبل السنوات والعقود. هذه بعض القضايا التي سأحاول أن أجيب عنها. ليعود إلى حركة التحرر الفلسطيني، أنا أعتبر بأن طوفان الأقصى هي المحطة النوعية رقم 2 وليست المحطة النوعية رقم 1. تعرفون بأن حركة التحرر الفلسطيني مرت بجيلين، الجيل الأول كان مع ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الكبير الشهيد رحمة الله عليه، والجيل الثاني انولد مع الشهيد أيضا الشيخ حلو ياسير رحمة الله عليه. فحركة التحرر الفلسطيني مرت بمرحلتين أو بجيلين كبيرين، وهل ستمر إلى الجيل الثالث؟ هذا أيضا سؤال. في الجيل الأول مع ياسر عرفات حاول الفلسطينيون المقاومة تحرير أرضهم لكن لم يتمكن، ليس ضعفا ولكن لأن الشروط الموضوعية للمقاومة ولحرب العصابات لم تكن تتوفر في ذلك الزمان. لكن على الأقل مع جيل ياسر عرفات استطاع هذا الجيل الفتح وجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وغيرها من حركات التحرر الفلسطيني التي لم تكن غطاءها الإيديولوجي الإسلامي، كان غطاء قوميا علمانيا وغير ذلك، ولعب دورا كبيرا في بناء قضية أساسية عند الشعب الفلسطيني وهو بناء الهوية عند الفلسطيني أينما كان. وهذه قضية مركزية حتى أنهم في الشتات وفي كل الأرض لكن انتمائهم قوي لأرض فلسطين. أنا في تقديري بأن الجيل الأول من المقاومة قد نجح في بناء الهوية عند الشعب الفلسطيني، وهذا بتقدير بأنه نجاح وانتصار كبير للشعب الفلسطيني في عصر الجيل الأول من المقاومة في عهد ياسر عرفات رحمة الله عليه. لكن لم يستطيعوا تحرير شبر واحد من أرض فلسطين لعوامل موضوعية، وليس أنهم كانوا أقل مقاومة من الجيل الثاني، لا، لأن حرب العصابات تتطلب قواعد. وطبعا تعلمناها من محمد بن عبد الكريم الخطابي، هو أستاذ حرب العصابات
كما اعترف هو شيمين زعيم الثورة الفيتنامية. يقول بأن أستاذنا الكبير في بناء أسس حرب العصابات هو محمد بن عبد الكريم الخطابي هذا المغربي الذي استطاع أن يقتل 22,000 إسباني في شمال المغرب فقط بأسباب حرب العصابات. فحرب العصابات تتطلب شروط، والمناسبة المقاومة في فلسطين استفادت من التجربة الفيتنامية، من تجربة الحزب الشيوعي الفيتنامي مع زعيم بوتشيمين الذي استطاع في نهاية هزيمة أمريكا وطرد من سايغون سنة 1975. فحرب العصابات في فيتنام كانت درساً للجيل الثاني في المقاومة، الجيل أحمد ياسين ومعبد ومياني. فأول قاعدة مطلوبة في حرب العصابات لنجاح حركة التحرر وهي أن تمتلك قاعدة جغرافية خلفية وحاضنة اجتماعية، وهذا ما نجح فيه شيمين في فيتنام حينما حرر فيتنام الشمالية، ومنها كانت تنطلق المقاومة لتحرير فيتنام الجنوبية إلى أن انتهت بانتصارها الكاسح سنة 1975 وطرد أمريكا من فيتنام أو ما يسمى بجنوب شرق آسيا. الجيل الأول من الفلسطينيين لم يستطع امتلاك القاعدة الجغرافية، لكن الجيل الثاني استطاع امتلاك غزة. فتحرير غزة كان القاعدة المحطة النوعية رقم واحد، فالطوفان هو المحطة النوعية رقم اثنان. المحطة النوعية رقم واحد وهو قدرة المقاومة الفلسطينية على تحرير أو تحقيق شرط من شروط نجاح حركة التحرر على المدى البعيد، وهو امتلاك القاعدة الجغرافية، لأن المقاومة بالجيل الأول حاولت أن تنطلق من الأردن أو من لبنان أو من سيناء، لكن هذه الأنظمة طردت وطردت فلم تتمكن. فكان الجيل الثاني الإبداع السياسي من الجيل الثاني هو كيف نمتلك قاعدة جغرافية من داخل الأرض، من داخل فلسطين، فنجحوا فيها. وبالتالي نقول بأن الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة انتهت بطرد الكيان الصهيوني من غزة، وهذا أول تحول تاريخي عظيم أنتجته المقاومة الفلسطينية في جيلها الثاني عن طريق العمليات الاستشهادية التي عرفناها وما زلنا نتذكر كيف كانت المرأة تزغرب وتدفع ابنها إلى الاستشهاد في وسط قطيع الصهاينة. فأدى ذلك إلى أن فرض على الكيان الصهيوني الخروج من غزة رغم أنفه، وهي المحطة التاريخية النوعية الأولى في الجيل الأول. في الجيل الثاني للمقاومة والثاني وهي الحاضنة الاجتماعية، لا بد لك من قاعدة جغرافية لكن ليست خلاء بالقاعدة السكانية فيها الولاء المطلق للمقاومة وهي سكان غزة. وبالمناسبة وأنتم ترون يوميا كيف أنهم يضربون يوميا ولكن لم يهاجر أحد، أنا أعتبر بأن سكان غزة والشعب الفلسطيني هو شعب استشهادي، فسكان فلسطين سكان استشهاديون. أي ما معنى الاستشهاد؟ وهو أن تقتل نفسك من أجل غاية. حتى الفيتناميون بين قوسين كانوا استشهاديين لأنهم استشهدوا. بالمناسبة أول من قام بعملية تفجير الذات وقتل النفس من أجل تحرير الوطن الفيتناميون. لكن أنا لا أعتبرهم انتحار كما يقال عمليات انتحارية. حينما تكون قتل النفس من أجل الوطن أو قتل النفس من أجل الدين فأنت استشهاد، لكن حينما تقتل نفسك من أجل الإجرام كما قامت بداعش والقاعدة وغيرها فهو انتحار، هي عمليات انتحارية وليست عمليات استشهادية بالأتاب. فالشعب الفلسطيني شعب استشهادي، ألم تروا ذلك بأعينكم؟ لم يخرج أحد من أرض غزة، يموتون بالآلاف. من أين أتى هذا؟ وهذا التحول الثاني في الجيل الثاني، وهو تحول العقيدة الإيديولوجية للمقاومة، وهو استحضار الدين الإسلام. حضور الإسلام كان تحولا نوعيا في قيادة المقاومة الفلسطينية، وهذا هنا الزعم في العملية الاستشهادية التي تمت في الجيل في الانتفاضات السابقة تمت تحت عقيدة ألا وهي الإسلام. هذا التحول أيضا تاني النوعي في
في الجيل الثاني، وهو التحول الإيديولوجي في القيادة. الثالث وهو الاستفادة من التجربة الفيتنامية وبناء ما يسمى بالأنفاق. وأنا هنا أحيلكم على كتاب كتبه أحد الماركسيين السوريين الكبار ياسر الحافظ، عنوانه قرية كيوتشي، وهو يصف كيف الفيتناميون بنوا مدنا وقرى تحت القرى، وكيف من خلالها هزموا الجيش الامريكي. فانا اظن بان التحول النوعي الثالث الخطير وهو بناء مدن وقرى تحت القرى، غزه تحت غزه اخرى لا ندري ما هي، ليست فقط انفاق، فهي انفاق من اجل اللوجستيك، وانفاق للسكن، وانفاق للراحه، وانفاق للانفاق الهجوميه، وانفاق للدفاعيه، انفاق وربما هي طوابع. هذا في تقديري بان تحول خطير. والرابع وهو امتلاك القوى الماليه، اي الصواعق، الى جانب العقيده القائمه على الاستشهاد. فهذا ليس امرا بسيطا انك تقدم على المقاومة وأنت تريد الشهادة، كما قال الشهيد الكبير صالح العروري، والله إنها مؤثرة كلمته. كل هذه التحولات انتهت منها بميلاد المحطة الثانية، ألا وهي طوفان الأقصى. طوفان الأقصى في تقدير المحطة الثانية، هل ستأتي محطة ثالثة؟ وأنا هنا أتكلم عن الأنفاق، أقدر بأن آتي، وهو انضمام الضفة الغربية إلى المقاومة، وقد بدأت بوادر وبواكر هذه القيادة الجديدة. وطبعا تعرفون بأن الشهيد صالح العروري كان هو المسؤول عن الضفة الغربية، وبالمناسبة ثلاثة الذين كانوا يعرفون طوفان الأقصى لا غير ثلاثة، حتى القيادات الأخرى خارج فلسطين لا تعرف، العروري وسنوار يحيى السنوار ومحمد الضيفون الذين كانوا يعرفون، بما اننا قد خسرنا بالفعل قائدا كبيرا وكان يقود الضفه وكان يهيئ ايضا لانضمام الضفه الى المقاومه. وهذا كان، وهذا في تقدير اتي، الله اعلم، انا اقول اتي حسب ما ارى، فانهم بداوا في اعداد البنيه التحتيه للمقاومه المسلحه داخل فلسطين. وتقديري آفاق مهمة قد تسرع عملية تحرير فلسطين على الأقل في الجزء الأول منها، لأنني أقول بأن تحرير فلسطين محطتين تاريخيتين كبيرتين. المحطة الأولى هي الضفة وغزة، هذه محطة تاريخية بأكملها، علينا هكذا نفكر استراتيجيا لكي نعرف كيف ننتصر في المعركتين، في المحطة الأولى والثانية. هذه في تقديري هو آفاق، هي ما أحدث الطوفان والآفاق المقبلة. أنا أقول أن حركة التحرر الفلسطيني ستتوسع، ستمتد إلى الضفة الغربية. طبعا ترون التضحيات التي يقدمها الضفة الغربية، كثير الآلاف يتم اعتقالهم، ولكن مع ذلك تستمر المقاومة. وهذا دليل على أن هذا جيل مستميت، بمعنى أنه صمم على أنه يجب أن يتحرر. إما أننا كما قال المجاهد الكبير الليبي عمر المختار، أننا نحن ننتصر أو نفوز، لا ننهزم. وهذا أحسن ما قام به قدافي، هو هذا الفيلم، هو هذا المسلسل الذي أنتج فينا روحا جديدة، أنتج فينا روحا جديدة. وبالمناسبة أقول هنا إلى بعض البواكر، أي بعض الحصيلة الأولية وليست النهائية لطوف الأقصى. البواكر الأولى وهو بداية تحررنا نحن كأمة عربية، بداية تحررنا من عقدة ما أسميه بالصهيونوفوبيا. الصهيونوفوبيا معناه عقدة الخوف والدونية أمام الكيان الذي لا يقع، الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، المخابرات الإسرائيلية التي لا تقهر، المخابرات الأمريكية التي لا تقهر. تبين في طوفان الأقصى بأنهم لا يمتلكون هذه القوة. لقد بدأنا في التحرر من هذه، من قوة، أي من الخوف من أنه قوة لا تقهر.
تنفيذ قدرات مهم جدا على المستوى الوعي وعلى مستوى السيكولوجيا. في حين أنا أقول بدأت تتشكل عقدة عند المجتمع الصهيوني والتي يمكن أن نسميها بالقسام فوبيا، الخوف من المقاومة الفلسطينية، الرعب بدأ يتشكل، وهذا مهم لنا، لأن هزيمة العدو في النهاية حينما يوصف بالوهن النفسي وبالوهن ويتحول إلى انفعالات في الممارسة. أنا أقول كل ما تقوم بإسرائيل منذ 7 أكتوبر هو ردود فعل غير مبصرة، كل ما تقوم به، فقتل الغزيين بالآلاف هو رأي فهو رؤية غير مبصرة، انتهت إلى تحول هائل الحمد لله. هل كنا وهذه الحصيلة الثانية، التحول في الوجدان الدولي، التحول في الوعي الدولي اليوم من مع فلسطين؟ لقد بدأنا أيضا نتحرر، أو العالم يتحرر، ما أسميه بعقدة احتكار الفاجعة، فاليهود يحتكرون الفاجعة، فهم الذين تعرضوا للسبي مع ابنه خد نصر في العصر البابلي، وهم الذين تعرضوا للسبي مع هتلر، وهم دائما هم يحتكرون الفاجعة، في حين أن الحرب العالمية الثانية لم يملك منهم إلا بعض مليون أو أقل أو أكثر، لكن مات 20 مليون سوفيتي لا يتكلم عليه أحد، يحتكرون الفاجعة، في حين أن حتى في عهد السبي البابلي لم يسبوا وحده بالمناسبة، ولم يسبوا من فلسطين بالمناسبة، لم يكن بني إسرائيل في فلسطين في أي وقت من التاريخ، بل إسرائيل كانوا في اليمن، وكل الدراسات التاريخية العلمية تؤكد بأنهم كانوا في اليمن، وموسى لم يزور مصر، ومصر التي يتكلمون عن مصر اليمنية وفرعون اليمنية لا علاقة لها، وقد سبى نبوخذنصر 20-40 قبيلة من قبيلة بني إسرائيل، ولكنهم يحتكرون الفاجعة. نحن الذين نتعرض للاضطهاد، نحن الذين نتعرض للفاجعة. اليوم بداية تفكك عقيدة الفاجعة عند الرأي العام الغربي، وما قال أستاذ وما نرى يوميا مئات الآلاف في لندن، مسيرات بالسيارات وبالشاحنات في شيكاغو، حتى لا نقوم بها نحن. بالمناسبة كثير من أنظمتنا فرضت على شعوبنا عدم الحركة. أنا أعتز بأنني مغربي بصراحة، أعتز بأنني مغربي، لأن المغرب في الأوائل في هذه المعركة، هو أيضا خرج مئات الآلاف. فهذا التحول الجديد في الوعي الغربي بأن اليهود ليسوا مظلومين بل ظالمين، وهذا تحول مهم جدا يجب أن نبني عليه استراتيجيات المستقبل. ولهذا أقول دائما للذين والتيارات السلفية المتطرفة بأن الغرب كافر ويجب أن نرفض كل الغرب، الغرب غربان، الغرب كطفل يكتسي كسوة وسخة، علينا برمي الكسوة الوسخة والغرب الغازي، غرب بيضا وغرب إنجلترا وغرب فرنسا وماكرون وغيره، يجب أن نرمي هذه الكسوة الوسخة، لكن علينا احتضان الطفل البريء، الغرب الإنساني، غرب الديمقراطية، غرب حقوق الإنسان، غرب الفطرة، فهؤلاء انتفضوا بالفطرة، الفطرة الآدمية فيهم تحركت، وهذا مهم، من حركت؟ طوفان الأقصى، وهذا مهم على المدى البعيد، لأنه سيؤدي إلى تغيرات في العقل الرسمي للغرب، أنا متيقن بأن الغرب لأن أراد بايدن أن يصل إلى السلطة وغيره لابد أن يبدأ يراعي هذا التحول والمزاج الجديد في الرأي العام الدولي الذي يرفض هذه الإبادة الجماعية الجارية في غزة. هذه باكرة، فهذه من البواكر التي علينا نحن المثقفون أي النخبة عليها أن تفكر وتضع استراتيجيات في كيفية التحالف مع الغرب الإنساني وفي كيفية وضع استراتيجيات لمقاومة الغرب الغازي، لأن هذه كلها قضايا تهمنا نحن كمثقفين وكمفكرين. فهذا التحول في الوجدان الجمعي الغربي راه مهم جدا، تحول جمعي علينا نبني عليه. راه من الأسئلة التي مطروحة إذا، وهنا لابد أن نطرح السؤال، لماذا الغرب الرسمي، العقل السياسي الرسمي الغربي، لماذا اصطف إلى جانب الكيان الصهيوني؟ لابد أن نفسر هذا رأسا سأرخص حتى لا أوضح عليه.
أمريكا وبايدن يستحيل عليه إلا أن يكون منحازا بالمطلق إلى الكيان الصهيوني. تعرفون لماذا؟ لأن وهنا أقول بأن الصراع على فلسطين ليس فقط صراعا صراع ديني عميق، وصراع جيوستراتيجي عميق جدا، لجل أنه صراع وطني بالنسبة للفلسطينيين. صراع ديني عميق لماذا؟ لأن كما تعلمون بأن القرن السادس عشر الأوروبي قد عرف ما يسمى بميلاد الكنيسة البروتستانتية، وزعيمها مارتن لوثر وكارل وغيره. ماذا قال هذا مارتن لوثر في أول كتاب كتبه سنة 1054؟ قال كتاب وجهه للمسيحيين المعادين لليهود، قال له هذا العنوان الكتاب ولد عيسى يهوديا. بمعنى ماذا يريد أن يقول له؟ لماذا تضطهدون اليهود ونبيكم يهودي الأصل؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ في البروتستانتية قامت بعدة إصلاحات وآمنت بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس يتكون من الإنجيل ومن التوراة، أي من العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم أي التوراة تمثل 90% من الكتاب المقدس، في حين الإنجيل لا تمثل إلا 10% من الكتاب المقدس. طبعا الكنيسة الكاثوليكية كانت تهمل اليهود والتوراة بشكل عام، لأنهم يعتبرون ويزعمون كذبا بأنهم هم الذين صلبوا المسيح، وما صلبوه. فجاءت البروتستانتية فأعادت الاعتبار لـ 90% من الكتاب المقدس التوراة، وأعادت الاعتبار لليهود. لماذا؟ في الكتاب المقدس نبوءات، من هذه النبوءات عودة المسيح ليحكم 1000 سنة، ما يسمى بالألفية السعيدة عندهم. ولكن عودة المسيح مسيحيون ليس مسيحيون، مشروط من 3 شروط على الأقل للعودة، ليعود من السماء الدنيا. الأول هو عودة شعب الله المختار إلى أرض الميعاد. وطبعا ما المقصود بشعب الله المختار؟ اليهود. وأرض الميعاد ماذا يقصدون بها؟ فلسطين. بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، ولهذا تدمير الأقصى إياكم أن تقولوا بأن قد يحدث. لماذا؟ لأن هذا القصر الهيكل هو القصر الذي سيحكم منه عيسى 1000 سنة، لا يمكن أن يعود بدون بناء القصر. وقلب وقيام حرب هرمجدون التي يقول فيها في النبوءات في الكتاب المقدس بأنه سيفنى فيها 400 مليون من كفار الشرق، ومن هم كفار الشرق اليوم؟ المسلمون اليوم. ولذا منذ القرن السادس عشر بدأت الدعوة إلى تهجير اليهود إلى أرض الميعاد من طرف الكنيسة البروتستانتية. كانت الدعوة الدينية في القرن السادس عشر والسابع عشر، أصبحت أدبية في القرن الثامن عشر، كتب الروايات على هذه القبيلة التائهة في التاريخ يوم اليهود. ثم في القرن التاسع عشر والعشرين تحولت لدعوة سياسية مع أرض بلا شعبين لشعبين بلا أرض، إلى شارل فليس 1832 قال هذه القولة، إلى وعد بلفور، إلى قيام كيان الصهيوني. من قام بها؟ الكنيسة البروتستانتية، أي الصهاينة المسيحيين وليس الصهاينة اليهود. اليوم من يسيطر عليه؟ لقد هاجر البروتستانت إلى أمريكا الشمالية بعد اضطهاد الكاثوليك، هم الذين يسيطرون اليوم على الولايات المتحدة تحت عنوان الكنيسة الإنجيلية العسكرية. تعرفون كم عدد أعضاء الكنيسة الإنجيلية في الولايات المتحدة؟ 70 مليون عضو، يسيطرون على 33% من الجسم الانتخابي الأمريكي. بمعنى من أراد أن يكون رئيس الولايات المتحدة، من أراد أن يكون عضو في الكونغرس الأمريكي، عليه أن يكون صهيونيا مسيحيا حتى النخاع، ويؤمنون بأن اليهود سيطبقون قانون الرب في الأرض، والمسيحيون سيطبقون قانون الرب في السماء. ولهذا لماذا دائما هم ضد القانون الدولي؟ كم من القوانين الدولية التي داست عليها؟ لماذا؟ لأنهم يؤمنون
بأن قانون الرب أسمى من قانون الرب. هؤلاء هم الذين يسيطرون على شتات لثيف من جسم خارج الملك. بمعنى بايدن إن أراد أن يكون عضو رئيس للولايات المتحدة من جديد عليه أن يكون مسيحيا صهيونيا إلى النخاع. أي ماذا؟ عليه أن يؤمن بأن اليهود إن شاء الله مختار، وبأن فلسطين هي أرض الميعاد، وبأن عودة المسيح قضية. ولهذا ريغان قال أمام الآي باك ليولوا بيهودي صهيوني في الولايات المتحدة، قال والله إني على نبوءاتكم تتحققوا في العرش، وسيكون للشرق أن أضغط على الزر النووي معلنا محرقة هرمجدون. ولهذا في المسيحية الصهيونية عقيدة الدمار الشامل. هذا لماذا يصطفر غربه في جانب الكيان الصهيوني. لكن الجديد هو أن المجتمع الغربي الشعبي كان مخدرا بعقيدة فاجئة الاحتكار الفاجئة، اليهود مضطهدون في التاريخ. لكن اليوم هذا الوعي الجديد مهم لنا، علينا نستثمره في الأخبار حكم إن شاء الله يمكن أن نكمل. احتمالات سياسية في الآفاق، على الأقل تراجع زخم التطبيع. هذا المهم. وراش تور راش شمية لجمع ديون. هذا مهم. أنا سياسيا أيضا الاحتمال الثاني في الآفاق أن قيام الكيان الفلسطيني سيعود إلى جدول الأعمال على صعيد المجتمع الدولي والإقليمي في تقرير سيعود. لماذا؟ بكل بساطة، الكيان الصهيوني اليوم أخذ بالملموس الدرس. هؤلاء جاءوا إلى أرض فلسطين للعيش الكريم وللرفاهية وللأمن وللأمان، يعيشون الجنة، لكن لم يجدوا إلى الجحيم. الآن يعيشون الجحيم، فهم قبائل رحل اليوم، فكل غلاف غزة الآن راحل، وشمال شمال أرض فلسطينية راحلة، يعيشون إما في الملاجئ وإما في الفنادق. وهاجر أكثر من نصف مليون، وبرنامج الهجرة ما زال، وهذا من التحولات الاجتماعية الكبرى، وهو أن إسرائيل تفقد زخمها السكاني، وليس فقط الذين يهاجرون الأدمغة والشركات، وليس فقط وسطاء اليهود إسرائيل، لا، فكل هذه تحولت في القدر بأنها جاءت. ولهذا نقول بأن احتمال قيام كيان فلسطين ممكن في سنوات أو العقد الجاي، ولكن أنا لا أقدر ماذا، ولكن أقول بأنه آتي. لماذا؟ لأنهم قد ملوا أن يعيشوا الرعب، فهم يعيشون الخوف يوميا، قد اضطروا إلى التنازل من أجل أن يعيشوا حد أدنى من العيش الذي فيه أمان و سكينة وإلى لن يجدوا أي يوم يستفيدون. لماذا؟ لأن هذه المقاومة شرسة، مقاومة شرسة وقوية. أريد أن التحية الكاملة لهذا الشعب. وبأخذ آخر، كيف سنحرر فلسطين؟ كيف نحن نساهم في تحرير فلسطين على المدى البعيد أو المتوسط أو في القدير؟ تحرير فلسطين ليس خطا مستقيما في التاريخ ليقول باننا رقصا يجب ان نحرر فلسطين عن طريق فقط كيف عن مسلح، غير كيف. لماذا؟ لان الصراع في فلسطين دولي واقليمي. تحرير فلسطين نهضه الامه، تحرير فلسطين نهضه الامه، وفي قلبها امه. صعب علينا تحرير فلسطين ككيان كامل، صعب جدا. كيف سنحرر فلسطين؟ هنا أقول في تقدير فلسطين هي الطلبة، ولكي تدخل حلبة الصراع مع العدو الصهيوني وتنتصر عليه بالضربة القاضية أو بالنقاط في حلبة الصراع السياسي والتاريخ الجاري في فلسطين، عليك أن تكون قبضة قوية. لكي تكون القبضة قوية يجب أن يكون الذراع قوي، وليكون الذراع قوي يجب أن يكون جسم الأمة قوي. وأقصد بجسم الأمة قوة بنيتها السياسية، بنيتها الاقتصادية، بنيتها العلمية، بجهة مخابراتها، في قيمها. بمعنى لا بد أن نمتلك جسم أمة قوي، والذراع في القدير هي أرض الكنانة وأرض الشام. هذا هو الذراع. و
وفي تقديري بأن هزيمة الديمقراطية في مصر وهزيمة الديمقراطية في سوريا كان الهدف منه لي الذراع، فلا بد أننا نعيد بناء. ولهذا ليس خطا مستقيما تحرير فلسطين، خط منكسر. ولهذا أقول وأكرر، أقرب خط بين نقطتين في هندسة المكان هو الخط المستقيم، لكن أبعد خط في هندسة التاريخ والصراع هو الخط المستقيم. فأقرب خط هو الخط المنكسر، صاعد نازل مدبر مقبل شكل اللولبي، هذا هو الخط المستقيم الأسرع في التاريخ. فتحرير فلسطين يتطلب تحريرنا نحن، تحرير شعوبنا نحن، عندها سوف نكون مع فلسطين. ولهذا نقول بأن استئناف الرأي الديمقراطي من جديد تلاحظون بأن الأنظمة العربية التي فيها استبداد لم يخرج بها شخص، في حين في هامش ديمقراطي كالمغرب وغيرها هي التي عرفت. لا بد من إعادة بناء الرأي الديمقراطي في المنطقة. الهامش ديمقراطي غير كافي، لا بد من اكتفاء ذاتي ديمقراطي. عندها في التقدير سوف نحارب فلسطين. وطبعا أنا لا أتكلم من دور الزمن السياسي، أنا أتكلم بزمن من دور التاريخ المؤرخ والفيلسوف الآفاق في من 2050 2040 إلى نهاية. نحن نتكلم عن زمن طويل، لكن تحرير شعوبنا سوف يساعد على تحرير فلسطين. ولهذا قلت لإسماعيل هنية حفظه الله في لبنان حينما التقينا في لبنان، قلت له ساعدونا في تحرير شعوبنا، ادعمونا بأننا يجب أن نحرر شعوبنا للقيمة، نساعدكم على تحرير شعوبكم. وأخذ القول بجد، قلت له تحرير الشعب المصري سيساعده، تحرير الشعب السوري، تحرير الشعب العراقي، تحرير الأمة سيساعدنا. وأخبر بأن تحرير شعوبنا مدخل استراتيجي لتحرير فلسطين، بمعنى تنزيل مقاصد الربيع الديمقراطي العربي، تنزيل مقاصد الربيع الديمقراطي في كل البيئة العربية، إنتاج السلطة وإعادة توزيعها توزيعا ديمقراطيا، هذا المقصد الأول، إنتاج الثروة وإعادة توزيعها توزيعا عادلا، إنتاج القيم وإعادة توزيعها توزيعا شاملا، وإنتاج المفاهيم الفكرية وإعادة توزيعها توزيعا مبصرا، ثورة سياسية، ثورة اقتصادية اجتماعية، ثورة قيمية أخلاقية، ثورة مفاهيمية ثقافية. عندها في القدير سوف نعيش الذي يستمر إلى 2005 بإذن الله وبمشيئة الله. سوف يرى كثير من الأفراح في أمتنا وفي وسط الشعب الفلسطيني. السلام عليكم.